هاي، مين منا ما بيحب يروح على مصر ويستكشف أكثر عن الفراعنة وعن علوم هرمس وعن عن كل شيء له علاقة بالطاقة؟ فرحلتنا رحلة استكشافية ورحلة مميزة جدا مع أشخاص كتير كتير مميزين، رح تكون ب 26 حزيران ونرجع ب 4 تموز. هيدي الرحلة بتبلش من أبو سمبل وتنتهي بالقاهرة، سو من جنوب مصر لشمالها. رح ناخد مركب من أسوان على الأقصر، وكل يوم منوقف فيه بمحل ومنزور المعابد اللي على طريقنا. أكيد من أهم المعابد اللي رح نزورها إيزيس، إله الحب والجمال. أكيد رح نمرق على الكرنك، وفي هوني كتير معابد رح نزورهم، وبالآخر على القاهرة. ومن القاهرة رح نعمل كمان رحلة دينية، نزور كل المعابد والجوامع الموجودين بالقاهرة، ونختمها بخان الخليل، ونرجع بأربع شهر على لبنان بصحة وسلامة.